النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرعين يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي لن يرغب في انتظار وصول التضخم إلى الهدف البالغ 2% للنظر في خفض أسعار الفائدة. وفي سيناريو مماثل سينخفض التضخم إلى مستوى أقل بكثير من الهدف، وهي نتيجة غير مرغوب فيها أيضا. وتأتي تصريحات رئيس البنك المركزي غداة إعلانه أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت تقدما متواضعا، مضيفا أن مزيدا من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز الثقة في أن ارتفاع الأسعار يتباطأ بشكل مستدام. تعافى الاقتصاد البريطاني بشكل ملحوظ في شهر مايو، مما يمثل دفعة مبكرة لحكومة حزب العمال الجديدة، وهي تسعى جاهدة لإحياء آفاق النمو في البلاد. هذا وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني نمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بأفضل من المتوقع بنسبة 14% على أساس شهري في مايو بعد الركود المسجل في أبريل. وهذا الرقم يعكس أسرع توسع في قطاع البناء منذ ما يقرب من عام. والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية. وللحديث حول أسواق الذهب يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من دبي السيد جوزيف دهرية، استراتيجي الأسواق في تيكميل. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. ما هو تقييمك لسوق الذهب في الوقت الحالي؟ بمعنى آخر، ما هي فرص وتحديات الاستثمار في المعدن الأصفر خاصة مع بيانات التضخم الأمريكية؟ نعم، شكرا للاستضافة. بالنسبة للذهب، يعني العوامل اللي كانت عم بتحرك الذهب بالفترات السابقة هي عدة عوامل، يعني أبرزها طبعا تحوط المستثمرين من التضخم الموجود حاليا في الاقتصادات العالم، والزخم اللي كنا شاهدناه خصوصا من الصين أو من المستثمرين الكبار في الصين اللي كانوا عم بيتحوطوا من الأزمة الصينية. وكان المصرف الشعب الصيني كان من أكثر البنوك اللي عم يدخل بشراء كميات من الذهب الهائلة، وهذا طبعا دعم الذهب بالاتجاه الصاعد. بالفترات الأخيرة كنا شفنا أنه شوي عندي يعني ابتعاد الأنظار عن هذه العوامل، وأكثر تركيز على العوائد على السندات الأمريكية اللي بدورها الآن بعدها مرتفعة نوعا ما، بحكم أنه معدلات الفائدة في الولايات المتحدة إذا حتضل مرتفعة بالفترات القادمة، يعني تقريبا على مستويات 5.5%، ومثل ما يعني عم نسمع من الفدرال الأمريكي أنه الفترة الزمنية رح تطول قبل ما يبتدوا في الولايات المتحدة بتقليص معدلات الفائدة. فطبعا هذه العوامل بتقوي العوائد على السندات، مما بدورها بتقوي الدولار الأمريكي، ونشهد بعض الضغوطات السلبية على سعر أونصة الذهب. ولكن يعني الإيجابية من ميل وسلبية من ميل، هذا بيخلي السوق يدخل في منطقة عرضية نوعا ما، ويصير في عندي نوع من التوازي بين العرض والطلب. لذلك عم نشهد بالفترات الأخيرة نوع من التقلبات العرضية، ولكن يعني ما عم نشهد اتجاهات واضحة للذهب. بتوقع أن هذه المرحلة ممكن ترجع يعني تخلص عن قريب لما نرجع نشهد تقليص لمعادلات الفائدة على المدى الوسط للقريب. نعم سيد جوزيف، كيف ترى تأثيرات التوترات الجيوسياسية المستمرة على سوق الذهب؟ نعم، التوترات الجيوسياسية طبعا يعني خاصة في الشرق الأوسط يعني كانت من أحد العوامل الرئيسية وأبرز العوامل اللي كانت عم تدعم صعود الذهب أو عم تعطينا نوع من الزخم الصعودي بالفترات السابقة للذهب وللفضة. ولكن باعتقادنا نحن كمحللين أنه في عنا أيضا يعني تركيز آخر عن العامل الجيوسياسي. يعني العامل الجيوسياسي باعتقاد أنه ممكن أنه يدعم الأفراد، خلينا نقول، للتحوط من أي مخاوف أنه ممكن تحصل، لأنه كفرد أو كأي مستثمر في العالم لما يعني يسمع أخبار سيئة أو يعني تصعيد في التوترات الجيوسياسية بده يحمي فلوسه نوعا ما. صحيح. من التضخم ومن الحالات السياسية أو الأزمات، فعدم
عاده بيصير في عنده طلب من الافراد، واذا سمعنا من كوسكو في الولايات المتحده حتى بالفترات الاخيره انه طلب الافراد على الذهب زاد بتقريبا اكثر من 200 مليون دولار شهريا، فهذه العوامل كمان عم بتزيد من الطلب على الذهب وبتؤدي الى صعوده طبعا على المدى القصير. ولكن بالوقت الحالي طبعا ان شاء الله يعني عم تتلاشى الامور الجيوسياسيه، فباعتقادي مثل ما ذكرت انه الانظار رح ترجع تروح نحو السياسات النقديه من البنوك المركزيه والبنوك ايضا، يعني عم نحكي عن المركز الاوروبي، عم نحكي عن بريطانيا، عن الولايات المتحده، رح تكون الانظار نحو الفوائد المرتفعه في المرحله القادمه، وهذا هو برايي شخصي رح يكون المحرك الاساسي والاقوى لسعر اونصه الذهب. يعني نتوقع المزيد من الأرباح، ولكن ممكن يتم بعض جني الأرباح الآن على هذه المستويات المرتفعة، فلذلك إذا رجع هبط شوي السعر رح يكون مغري أكثر للشراء لبعض المستثمرين ليدخلوا ويعززوا مراكزهم من جديد لا يرجع يسجل قمم جديدة. نعم سيد جوزيف دهري استراتيجي الأسواق في تكمل، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك. والآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملة الخليجية وأبرز العملات العالمية.